اسمحوا لي في هذه الدقائق راح أتكلم عن موضوع خطير شوي وحساس لكن لأهميته راح أتكلم. أتمنى أن الموضوع يفهم بطريقة صحيحة. أحبتي، الجوالات هذه لابد أنها تتابع مع الأبناء، مع الشباب، الآباء والأمهات، المعلمين والمعلمات، المربين في المجتمع، خطباء الجوامع. لنتق الله عز وجل في شبابنا، لنتق الله سبحانه وتعالى في هذه الجوالات اللي في أيدينا وفي أيديهم. والله العظيم أنه مؤلم وحسرة كبيرة جدا على شباب من أبنائنا، شباب تربوا على الأخلاق وعلى الدين، شباب يعرفون رب العالمين، مسلمين مؤمنين. للأسف الشديد، للأسف الشديد، مع الغفلة ومع الغفلة عنهم، غفلة عنهم وعدم إعطائهم حقهم من المتابعة والعناية والتشجيع والتحفيز ومشاركتهم واهتماماتهم واللعب معهم، شباب مراهقين في طيش يحتاجون الأب الذي يحتويهم، الذي يكون رفيق وصاحب لهم. فمع الغفلة عنهم يعطون الجوال، والجوال بكل ما فيه من وسائل اتصال وسائل تواصل اجتماعي وما فيها من حسابات مغرضة، حسابات هدامة تريد تهدم أبنائنا، تريد لأبنائنا وتريد لنا الشر، وتريد أن يكونوا أبنائنا أبناء شباب شهوانيين عبارة عن شهوات، فارغين في عقولهم، ليس لهم انتماء لدينهم ولا إلى أمتهم ولا إلى وطنهم، يهدم طاقاتهم ويهدم قيمهم وأخلاقهم. فللأسف حسرة أي والله أن يكون أبناءنا وشبابنا يقعون في مصيدة تلك الحسابات اللي تنشر الرذيلة وتنشر الفاحشة، ثم بعد استمرارهم يتجرؤون ويقومهم بأنفسهم بتصوير الفاحشة، تصوير الرذيلة. للأسف شباب مسلمين وصل الحال بعض من يستعرض بجسده ويصور مقاطع من أجل إعجابات أو من أجل اشتراكات أو يا الله، والله أنها حسرة، والله أنها ألم. الله الله بالعودة لأبنائنا، الله الله أن نغرس الرقابة في الذاتية في داخلهم، أن نجعلهم يراقبون الله عز وجل منذ صغرهم، أن نربطهم بالصلاة بالمسجد، أن نربطهم بالقرآن، أن نحتويهم، أن نشغل أوقاتهم، أن نملأ أوقات فراغهم بالكامل، أن نتابع جوالاتهم بين حين وآخر. ما هو متابعة دقيقة لكل شيء يتصفح أو أتصفح جوال ابني، لا، إنما أغرس فيه أن استشعار أن الله يراه، أستشعر في هذه المعاني، أحذر من بعض التطبيقات، أذكر له يعني مغبة الدخول من عواقب، أعوذ بالله النظر إلى الفواحش والوقوع في الفواحش، أحذر، أحتويه، أهتم بابني وأحمل همه وأدعو له وأحصنه صباحا ومساء. ما تتصور إن شاب من أبنائنا أو شبابنا يصل به الحال بعد الغفلة عنه وعدم غرس الرقابة في داخل الرقابة الذاتية أنه يراقب الله ويستشعر أن الله معه، وجود الشهوة العالية في داخله، وجود الهواتف دون وعي لهذا الشاب. تخيل وجد من شبابنا، شباب المسلمين، من ينشر الرذيلة، من يصور نفسه ويمارس الفاحشة، مصيبة. هو الآن ما يستوعب خطورة العمل اللي هو يسويه، لأن في حالة من ثوران الشهوة والكاميرا موجودة وصحبة سوء وفي متابعين وفي تشجيع وفي دعم له، العقل يغيب تماما، ينشر، يصور، يستعرض بجسده بعد فترة المقاطع تتداول في جوالات كثيرة. هذا الشاب بعد فترة يستدرك، أنا وش سويت؟ أنا وش عملت؟ لأن تعرفون الشهوة
سكرة تذهب الفكرة، خلاص العقل غيب مع ثوران الشهوة، يسوي أشياء جدا خطيرة يندم عليها، يتحسر يتألم، لربما حصل له اكتئاب حاد ثنائي القطب، اكتئاب خطير جدا، فكر في الانتحار بسبب المقاطع اللي صورها في لحظة شهوة غاب فيها عن وعيه تماما. اللي حب أقوله أرجوكم 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 انتبهوا لأبنائكم. أنت أيها الأخ الكبير انتبه لأخوانك الصغار، الأب انتبه لأبنائك، الأم ارفعي الوعي لدى أبنائك، ذكريهم أن هذا الجوال خطير، ارفعي الوعي أن هذا الجوال أينما تكون الله يراك، انتبه اتق الله، إن الذي خلق الظلام يراك، إن الذي خلق الظلام يراني، استشعر هذه المعاني، الله معك، اتق الله، لا تستخدم هاتفك وجوالك في وقت خلواتك اللي تكون فيها في ضعف، استبدل الجوال بالكتاب، استبدل المنبه بالساعة، في ألف بديل، لكن إياك أن تجعل ابنك رهينة هذا الجوال، وسائل التواصل اللي كثير من اللي موجودين فيها يريدون يهدمون ابنك، يريدون إفساد أخلاقه، يريدون هدم دينه، يريدونه عالة على أمته، على مجتمعه، على وطنه. أرجوكم لنرفع الوعي، أرجوكم لنحصن أبنائنا بأذكار الصباح والمساء، لنقترب منهم، لنحتويهم، لنشجعهم على الفضائل، لنحذرهم من الرذائل، هم فلذات أكبادنا، هم إما أن يشهدون لنا أمام الله، وإما أن يشهدون علينا، إما أن تبيض وجوهنا بهم، أو أعوذ بالله تسود وجوهنا بسببهم، بسبب بعدنا عنهم، بسبب غفلتنا عنهم، بسبب إهمالنا لهم. أرجوكم نتق الله، وكلنا راعي وكلنا مسؤول عن رعيته. اللهم احفظ شباب المسلمين واعصمهم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ أبصارهم، اللهم طهر قلوبهم واحصن فروجهم، اللهم يسر لهم أسباب الزواج، اللهم أعفهم بالزواج يا رب العالمين، اللهم ويسر لهم أن يكثروا من الصيام، أبدا ما يسرت لهم الزواج حتى يمتثل وصية نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أعذهم من شرور أجهزتهم، اللهم أعذهم من شرور الجوالات يا رب العالمين وسائل الاتصال، اللهم اعصمنا وإياهم واحفظنا وإياهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.